السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غندير معكم واحد الوصيفة، ولكن ماشي للكبار، للدراري الصغار اللي عاد زادوا. ديال انا ولدي دابا عنده 10 شهور، تندير له هاد الماكلة، تتجي زوينة وصحية في نفس الوقت. كما تتشوفوا انا عندي لي زيبيناغ كونجولي، عندي الخيزو، عندي الحوت. تناخد هاد الحوت كونجولي، فيه ما فيه غير الهبرة، والحوت مزيان للدراري الصغار. دونك تنتمنى ان تستعملوا هذه الطريقه للوليدات، ولدي تعجبوا. غنزيد واحد البطاطا، ما تشوفوا هي بطاطا مقطعه حتى هي طريفات، يعني اكله سهله وفي نفس الوقت صحيه للوليدات. ومن بعد تنزيد كنغسل، هذه هي السر ديال هذا الطياب هذا اللي تندير لولدي، يعني تيشد الصحه ديالو مزيان، وهي البلبوله. يعني شي حاجه اللي مهمه نديروها للوليدات، تندير 8 معلقه مع هذه الخضيره كامله اللي درت، تندير 8 معلقه، معلقه كبيره ولا تندير معلقه كبيره، وتنزيد الماء تندير الماء على هذا الشيء كامل. ها هو كما تشوفوا، يعني نبين لكم مزيان الماء. تندير شويه زيت البلديه، يعني وشي حاجه صحيه حسن، ما يبقى الواحد يبقى يمشي يشري دوك لي بو داكشي، انا ما تنشريهمش ليه. ها انتما 8 معلقه صغيره ديال زيت البلديه، وشي مره تندير له لا كريم فريش باش تنبنن له شويه، مي ماشي دائما، مره تندير له بليزير، وتنديرو يطيب تنطيبو تيطيب مزيان. ابخي تنطحنو في الطحانه، ودابا حيت دار 3 شعور، 3 شهور سمحوا لي، دار فاش كان 5 شهور داكشي كنت نطحنهم مزيان، مي دابا دار 10 شهور السنينات بداو يخرجوا. شنو تندير دابا؟ تنمعسهم بالفرشيطه وتنعطيه ياكل، تياكل بكل فرح وسرور، تتعجبو الاكله وصحيه في نفس الوقت. سيغتو البلبوله راها مزيانه، راه الفوائد ديالها كثيره وبلان دو فيتامين. حاولوا ديرهم بحال دابا، انا اليوم درت الحوت، مره اخرى تندير الطرف ديال اللحم، مره تندير الطرف ديال الدجاج، مره تندير الخضره بوحدها، يعني تنجدد له تنوع له. بحال اليوم درت خيزو مع لي زيبيناغ وبطاطا، مره اخرى غندير قرعه حمراء وقرعه خضراء، تندير بحال نهار تندير كسكسو، تندير له كسكسو ديالو خضرته حتى هو. يعني تنوكلو من كاع، كل نهار تنديرو خضيرات اللي موجودين. كاين شي مره تنخلط له بزاف ديال الخضاري، مي تيجيو زوينين وبنان. ونتمنى ان تعجبكم هذه الفكره اللي انا درتها اليوم، وتجربوا. كما تتشوفوا هالخضره ديال وليدي طابت كما ها هي مزيان. دابا شديت واحد الفرماجه درتها فيها، وبديت تنمعسها، غير تنمعسها بمعلقه هكا ديال الخشب، ما ديروش النيت مع لا كاسرونه، وديروا دوك المعالق العاديين تيجرحوا لكم الكاسرونه، سيميو ديروا ديال الخشب. وتستعمل الخشب بزاف، انا تعجبني هلا. وتنمعسها بحال هكا بحال هكا حتى تتمعس لي كامله، وتنديرها في بواط ونحطها. بحال دابا هاد الماكله هادي غياكل فيها ولدي ان شاء الله الغدا اليوم والعشاء، وغياكل فيها غدا الغدا. يعني ماشي ما درتش بزاف، انت تنمعسها مزيان مع السنينات، باقي الله دار جوج سنينات، ولكن تنمسها شويه مزيان. فوالا، ونتمنى تعجبكم هذه الفكره وديروها لوليداتكم ويعجبهم المذاق حتى هما، وانا متاكده غيعجبهم المذاق. ايوا نضرب نقول لكم الله يعاونكم، وحتى لشي غصات جديده ان شاء الله مع الكبار ولا مع الدريرات الصغار، انا مع كل شيء ان شاء الله. ونقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو، والله يعاونكم، وبسلامة عليكم.